انا عندي حاجه عايزه اقولها لكم، عملتها في العيد. قبل في العيد حصلت؟ لا عملتها في العيد. العيد ده عادي يعني. واحنا انا عملت كده حاجه شفتها على النت، كوبايات كده تتعمل بطريقه شكلها حلو. ايوه انا أيوة عملتها. وانا عند تيتا يوم الوقفه قبل العيد على طول، قبل يوم العيد حطيت فيها حاجات حلوه. ايوه عملتها كلها وحطيت فيها، لا ما حطيتش عيديه بصراحه، حطيت حلويات وبالونه وكانت بسيطة وحلوة كده، عاملة زي الباسكت كده صغير. أيوة. بس مقفول. ايوه بس الكوباية نفسها متدبسة بالدباس او اي لازم. ايوه فانا في العيد كنت وانا قاعدة مثلا في اطفال صغيرة قاعدة بتعيط، اطفال يعني اللي هو كده احنا قبل ما نصلي فكنت بديها لهم يتبسطوا كده، والقعدة عادي بديها لها وكده. ففي موقف مضحك بقى، في بنت انا اديتها لها وعملت لها كده، لقيتها بصالي كده ومشيت هي كانت بتسوق، قعدت قدامها، قعدت قدامنا وهم بيصلوا يعني مامتها وكده، وهم قعدوا قدامنا. فانا يعني مش عارفه اديت خلصتها كل خلصت كل اللي انا عملته، فانا هي قاعده بتصلي كده قبل ما نصلي وبعد ما نصلي، قاعده بتصلي كده مش بتتحرك من عليا. وبعدين انا كان معايا بالونه بنفخها بقى عادي بلعب يعني، فجبرت لقيتها بصالي كده، نفختها واديتها لها برضه فضلت بصالي. شاطرة. بعد ما نصلي بقى الحمد لله سابتني. طب شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.